السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم طلابنا طلاب أكاديمية الرازي بمحاضرة المايكرو لجامعة الكوفة. المحاضرة كهي introduction للمايكرو، راح يحكي لي بصورة عامة عن أول موضوع اللي هو البكتيريا. خلينا نجي نشوف هو شنو البكتيريا، تمام؟ منين تتكون؟ شنو أنواع البكتيريا؟ وين موجودة؟ شنو؟ راح ناخذ البكتيريا بتفاصيلها. أول شيء إيش دا يقول هنا؟ يقول all bacteria are unicellular organism single شو نسميها البروكاريوتك مايكرو اورجانيزم. هنا انا ليش ركزت على هاي الكلمه البروكاريوتك؟ هنا انا شنو عندي؟ عندي اكو المايكرو اورجانيزم نسميها بروكاريوتك. شنو يقصد بها؟ اول شيء اللي هي تكون وحيده الخليه، ما بها نواه، حجمها يكون صغير، تمام؟ هاي اسميها البروكاريوتك. بعد زين اني هسه من قلت بروكاريوتك يعني عندي فد مصطلح اخر، نعم اللي هو اسمي ايوكاريوتك. الايوكاريوتك يكون حجمه كبير، يشمل الانيمالز، يحتوي على عدد مالتي سيل، وبشنو؟ بنيوكلياس وبنواة او انويه، تمام. اذا اول يعني اول ميزه انه اني اريد اقولها انه هي البروكاريوتك بها شنو؟ بعد كذلك تحتوي على كروموسوم واحد، زين. اما الايوكاريوتك بها العدد من الكروموسومات، اوكي. هل لما شخص يسالني شنو الفرق بين البروكاريوتك والايوكاريوتك؟ اذا البروكاريوتك اللي هي شنو اقصد بها؟ البكتيريا، زين. هنا طبعا الريبرودوس بواسطه الباينري فيجن، اوكي، عمليه التكاثر معناتها راح تسلم الخليه على الانقسام الثنائي، تمام. زين البكتيريا ايش راح يكون؟ ابروكسيميت، موجوده وين؟ بايفريوير، موجوده بكل مكان. موجوده شنو؟ بكل مكان. يعني شنو يقصد بها موجوده بكل مكان؟ يعني موجوده بالماء، اكو موجوده بالارض، موجوده بالخضروات مثلا بالطعام اللي احنا نتناوله، موجوده اذا موجوده شنو؟ بايفريوير، باي مكان. حتى بجسمي اكو فد بكتيريا، حتى بالامعاء مالتي اكو بكتيريا، تمام. Most bacteria are capable of independent metabolic exchange and growth. زين هنا شنو؟ اوكي، metabolic exchange and growth. But the species of chlamydia and rickettsia obligatory intracellular organism. هنا يقول انه هو البكتيريا راح يكون لها قابليه، اوكي، او قابل على الانديبندنت ميتابوليك اكستنس، بالعمليات الايض اللي راح تكون عندي مستمره او والكروث مالتها. لكن عندي انواع مثل الكلاميديا، الركتيسيا، ذني ايش راح يكون؟ هنا انتراسيلولار اورجانيزم، الخلايا اللي راح تكون بها ايش راح تكون؟ انتراسيلولار، داخل الخليه، اوكي. يعني most bacteria are non-pathogenic bacteria but few of them are pathogenic. مو كل البكتيريا راح تكون هي باثوجين، مو كل البكتيريا تسبب امراض، مو كل البكتيريا. لان انا مثل ما قلت انه اكو بكتيريا ممكن موجوده بالامعاء مالتي ونسميها المايكروفلورا، هاي البكتيريا تكون مفيده. اكو بكتيريا تفيدني بعمليات مثلا، اشياء مفيده نستفاد من عندها. اذا مو كل البكتيريا هي مسببه للامراض، لكن اكو من عندها شو تكون؟ باثوجين. زين بعد شنو؟ البكتيريا جرو لما تنمو بالهيومن بدرجة حرارة شنو؟ اوكي، لما تريد تنمو بدرجة حرارة تشقد 37 درجة سيليزية. اذا النمو اللي راح يكون للبكتيريا بدرجة حرارة جسم الانسان بدرجة الحرارة الطبيعية اللي هي شقد؟ 37 درجة سيليزية. زين البكتيريا سول بعد شو يقول عندي؟ انه البكتيريا سول ايش بيها؟ اوكي، البكتيريا سيل هنا ار اكسترمالي سمول. البكتيريا ايش راح تكون؟ اكيد راح تكون عندي صغيره. اند ماست كونفينتلي ميجرد، بما انه البكتيريا تكون صغيره فنقدر نقيسها بالمايكرون، فش تكون 10 اس سالب 6، تمام. البكتيريا سيل ار ابروكسيميت، ايش قد راح تساوي تقريبا؟ تساوي قلنا من 0.1 اوكي الى 10، زين. And exist in various shapes، وش راح تكون موجودة بأشكال مختلفة. زين خلي أعيد هسه قبل هاي. إذا هسه أول شيء
البكتيريا شو نسميها؟ البروكاريوتك. ليش بروكاريوتك؟ لان هي يونيسيلولار، لان بها خليه واحده، وقلنا ما بيها نواه وبها كروموسوم واحد، وهي تمثل البكتيريا. بعد موجوده وين؟ موجوده بكل مكان. شنو معناها؟ موجوده بجسمي، موجوده بالارض، موجوده بالماء، باي مكان موجوده به. اغلب البكتيريا شو راح تكون؟ قلنا لها القدره على شنو؟ على الانديبيت ميتابوليك اكستنس، على الايض المستقل، وكذلك على النمو. نمو وايضها يكون عندي مستقلات، يعني نموها وايضها يكون وحدها. زين، لكن كلاميديا والركتيسيا شو راح يكون؟ النمو والايض مالتها داخل الخليه بنفسها، ذاتيا يصير عندها، نسمي انتراسولار، يعني اكو بيهن الايض ونموها يكون مستقل وحد معزول عنها، واكو بيها لا بداخل الخليه يصير. زين زين، بعد ذكرت انه اغلب البكتيريا تكون هي نان باثوجين، لكن اكو بيها يعني ما تسبب امراض، اكو بيها ممكن مفيدات، واكو بيهن شنو؟ لا باثوجين. زين، البكتيريا تنمو بدرجه الحراره جسم الانسان ايش قد؟ 37. البكتيريا بنفس الوقت شو تكون عندي؟ صغيره. شو نقيسها؟ بالمايكرون. ايش قد البكتيريا يمثل السايز من عندها؟ 0.1 الى 10 مليمتر. زين، وموجوده باشكال مختلفه. زين، شنو الاشكال اللي موجوده بها البكتيريا؟ شنو الاشكال اللي موجوده بها البكتيريا؟ موجوده بشكل سفيريكال او افويدد، نسميها الكوكاي، هي ستربتوكوكاي، ستافيلا كوكاي وغيرها. شنو معناها؟ موجوده بشكل دائري، او يعني تكون هيك شكلها دائري، نسميها الكوكاي. او رود باسيلاي، او شو تكون؟ تكون مثل العوده، عصيات. زين، الكوما شيب، شلون الفايبريو، يعني نقول شلون تشبهها مثل التقويسه او هيك شيء، هسه نشوف شكلها. بعد السبايرال، او شلون تكون مثل الشعرايه او مثل السبرنج، هيك يكون شكلها بالنسبه للسبايرال. الكوكاي تكون بهالشكل. الباسيلاي هي تكون عندي شنو؟ الباسيلاي تكون عندي عصويه، يعني شلون شكل العوده، تمام؟ يعني هي من اسمها عصويه، يعني شو تكون؟ عصيات يسموها، تكون هيك رفيعه وطويله، تمام؟ بس من يقل السبايرال لا، تكون هيك مزقزقه، شلون السبرنج، شلون الشعرايه اللي تكون عندي مطويه، تمام؟ بعد شنو؟ قلنا الفايبريو، شلون الشكل الفاصله، الكوما، كوما شيب، شكلها مثل الفاصله، اوكي؟ زين، هاي اشكال منو؟ اشكال البكتيريا. خلينا نكمل. يقول some الكوكاي character grouped in pair or chain. شو راح يقول هنا؟ طبعا اكو فد ميزه عندي كلش مهمه. يقول يابا انه اغلب الكوكاي، يعني هاي اللي قلنا عليها اللي تكون بشكلها شكل دائري، شنو تتميز؟ موجوده الجروب in pairs، يعني موجوده بشكل ازواج، اوكي؟ او شنو؟ او موجوده بشكل سلسله. يعني شنو؟ يعني هسه لو نجي لهذا الشكل، اشوف هذا الشكل هسه، هاي هي تمثل الكوكس، هذا الشكل الدائري، الكوكس يعني اقصدها بها سفيريكال، شكل دائري. شو يقول؟ يقول اما موجوده بشكل زوجي، هي هسه مثل هاي، زوجة واحده بصف الثانيه، او موجوده بشكل تشين، واللي هي هسه هاي، موجوده بشكل سلسله، صح؟ زين. Some form grab like، واكو بعض من ادها تكون عندي تكون شلون مثل شكل العنب، هسه لو نجي نشوفها تكون هيك متجمعه واحده بصف الثانيه، هاي الجراب هيك متجمعه واحده بصف الثانيه، يعني اما موجوده بشكل زوج واحده بصف الثانيه، او موجوده لا بسلسله واحده بصف الثانيه، ثلاثه مساويات عباره عن سلسله، او موجودات مثل الكراب لايك، شلون مشابه للعنب، شو يصير؟ شلون العنقود مال العنب هيك متجمعات واحده يم الثانيه، واحده فوق، واحده جوا، واحده يمين، واحده يسار، تمام؟ زين. او اوف السفيريكال سب. سم راوند كوكاي فورم بالكوبيك باكتس. هنا بعد شو يقول عندي؟ يقول بعض هاي المكعبات شو تكون؟ مستديره الشكل، تمام؟ شكلها شو يكون؟ مستديره كرويه. زين. البكتيريا سيل اوف اذر سبيشيز جرو يعني تنمو بشكل منفصل. يقول الخلايا البكتيريه، البكتيريا سيل اوف اذر سبيشيز لانواع مختلفه شرح تنمو بشكل منفصل، تمام؟ يعني تنفصل تنمو يعني منفصله عن داخل الخليه، بعيد عنها نموها، اوكي؟ تكاثرها. زين. This character shape are used to classify and identify bacteria. يقول هاي الخصائص، زين، او هاي الميزه، هاي الكاركتر، هاي الميزه اللي بالشكل، هي اللي راح تستخدم حتى اصنف البكتيريا واتعرف عليها. يعني الميزه اللي بالشكل، لما كان شكل كروي، شكل عصيه، شكل بشكل السبرنج، هاي الميزه هي اللي خلت لي انه انا اصنف هاي شنو البكتيريا، شنو شكلها، من يا نوع تشمل، تمام؟ زين.
البكتيريا دي ان اي از نوت كونتين وذين سيبريت نيوكليوس از الايوكاريوتيك سيل. احنا مثل ما عرفنا يقول الحمض النووي مالت البكتيريا ما يوجد داخل نواه منفصله مثل الايوكاريوتيك. ليش؟ لان يعني هاي شو نسميها البروكاريوت، بدائيه النواه او ما بها نواه، فالدي ان اي ما موجود داخل النواه، لان انا من البدايه ذكرت انه البروكاريوتيك ما تحتوي على نواه، صح؟ ما بها نيوكليوس، فبالتالي الدي ان اي ايش راح يكون؟ ما موجود داخل النيوكليوس مثل الايوكاريوتيك اللي هي نسميها الخلايا اللي هي حقيقيه النواه اللي بها نواه. زين. On the basis of cell wall composition, the bacteria are classified. نقدر نصنف البكتيريا اعتمادا على جدار الخليه مالتها الى جرام بوزيتيف وجرام نيجاتيف. هذا تصنيفها جرام بوزيتيف وجرام نيجاتيف، من اللي صنفها؟ صنفها عالم اسمه كريستين جرام. هذا كريستين جرام سوى، جاب بكتيريا وجاب كريستال فويلت وخلاها على فيلم، اتوقع تشوفوها بالمختبرات شلون دائرة أو شيء، سواها خلى البكتيريا دخل خلى عليها هاي المواد اللي كريستال ولونها بنفسجي، صبغها خلالها كحول وخلاها تحت المجهر. باوع شاف الخلية، طبعا هسه احنا بعدين راح نشوف على أي أساس راح يصنف هذا الشيء. شافها داخل المجهر اكو بيها راح تبقى مشلبة باللون البنفسجي، فشي سماها؟ سماها هي الجرام بوزيتيف. واكو بيها لا، من اخذ الفيلم وغسله بالكحول صار بيه ديسكالوريشن، راح اللون البنفسجي وتفاعل الكحول ويا اللون الباقي وانطاني فد لون وردي او لون احمر. هذا شو نسماه؟ سماها الجرام نيجاتيف. زين الجرام بوزيتيف هو هسه هنا شو يقول؟ الصبغه مالته راح تكون بوربل بنفسجيه او زرقاء، بينما الجرام نيجاتيف شو تكون؟ ورديه او حمراء. تمام؟ زين هذه الاشكال مال البكتيريا، عرفت انه البكتيريا الكوكس يا اما تكون بشكل باير زوج، او تكون بشكل تشين سلسله، او تكون مثل الجراب لايك مثل العنب، مثل ما احنا ذكرناها قبل شوي شلون الانجود مال العنب. زين هاي منو؟ هاي هي الرود اللي هي قلنا الباسيلاي اللي تكون مثل العصايه، تمام؟ مثل ستربتوباسيلس. زين وعندي هنا السبايرال اللي هي تكون شلون السبرنج، شوفها شلون، شوفها شلون السبرنج هيك صايره، او شلون الشعرايه اللي واقعه، تمام؟ هاي الفايبريوس اللي هي تكون شنو مثل الكوما، قلنا كوما شيب او الفايبريوس سميناها. زين هاي راجع عايد ليها مره ثانيه، هاي شلون تجمعت كلها صار مثل عنقود العنب اللي متجمعات. زين هاي هنا شلون صايره عندي بشكل سلسله، وهاي هنا صايره عندي بشكل زوج. هاي منو اشكال الكوكس. بعد قلنا اعتمادا اجى عالم اسمه كريستين، اسمه كريستين جرام، استخدم صبغه خاصه، وهاي الصبغه على اساسها حدد البكتيريا البوزيتيف والبكتيريا الشنو والبكتيريا النيجاتيف. زين نجي هسه الى موضوع مهم كلش اللي هو شنو؟ هاي الجرام ستين، هاي من اخذها تحت المجهر، هاي اللي تلونت بلون بنفسجي، هاي شنو؟ هاي هي جرام بوزيتيف، وهاي اللي لونها وردي هي الجرام نيجاتيف. زين هذا هي الجرام ستين، هاي الصبغه. راح نجي الى تركيب البكتيريا، بكتيريال ستراكشر. اول تركيب بالبكتيريا واللي هو مهم من هو سيل وول، اللي هو جدار الخليه او غشاء الخليه او جدار الخليه. خلينا نقول غشاء الخلية موجود بكل بكتيريا، غشاء الخلية موجود بكل بكتيريا باستثناء نوع من البكتيريا اسمها المايكوبلازما. المايكوبلازما سبيشيز ما بها سيل وول يعني ما بها جدار خلية، مباشرة بها غشاء خلية، تمام؟ لذلك يقولون هاي البكتيريا ما نقدر نصبغها، يعني اني هذا الصبغة اللي صارت جرام بوزيتيف وعلى اساسها قسمتها بوزيتيف او نيجاتيف وصارت لون بنفسجي او لون وردي اعتمادا على جدار الخليه، شلون على جدار الخليه؟ هسه من راح ناخذ المحاضره راح نفهم شنو يقصد بها على اساسا على جدار الخليه قسمتها انه بوزيتيف ونيجاتيف. زين البكتيريا اذا ما بها جدار خليه اقدر اقسمها انه هي هاي بوزيتيف او نيجاتيف؟ لا. ليش؟ لان ما راح تنصبغ اذا ماكو جدار خليه، فماكو ببتيدوكلايكان، واذا ماكو ببتيدوكلايكان يعني معناها انه اني هاي الخليه ما راح اقدر اصبغها، واذا ما انصبغت ما اقدر اقسمها لا بوزيتيف ولا نيجاتيف، تمام؟ والمكون الاساسي للسيل وول اللي هو الببتيدوكلايكان اللي هو اللي ينصبغ ماكو، اللي ينصبغ واللي يصير لونه اللي ينطي احمر او بنفسجي هو الببتيدوكلايكان. وين موجود؟ موجود بجدار الخليه، تمام؟ هذا الببتيدوكلايكان
يكون بالبوزيتيف يكون ثيك كلش سميك بالبوزيتيف بالجرام بوزيتيف، وبالنيجاتيف يكون ثين. فبما انه هو ثيك بالبوزيتيف لذلك تمسك بالصبغه وخلاها تنصبغ لون بنفسجي، ولان ثين بالنيجاتيف فما تمسك بها، انزاح اللون من عندها وتحولت الى لون وردي او بنفسجي، العفو احمر. تمام. وشنو وظيفه هذا السيل وول او البيبتيدو كلاكات؟ هو اكيد وظيفته حمايه ودعم، انه يدعم شكل الخليه او شكل البكتيريا. خلينا نقرا هسه. فهمنا كملاحظه انه هذا السيل وول موجود بكل البكتيريا باستثناء المايكوبلازما. خلينا نشوف ايش يقول. يقول السيل وول از ذا الاوتر ماست كومبوننت كومان تو اول بكتيريا. اذا هو شو يعتبر؟ يعتبر فد مكون اساسي وشائع بكل البكتيريا باستثناء منه المايكوبلازما سبيشيز which are bounded. شنو يحيطها؟ يحيطها سيل ممبرين مباشرة، غشاء خلية ما بيها، جدار خلية. Some bacteria have surface feature external to the cell wall. يعني بعد يقول انه بعض البكتيريا ان الخصائص مال السطح مالتها يعني تبدي من الداخل للخارج، اللي هي شرح يكون بها كبسول بها الفلاجيلا اللي راح تكون لها فائدة بانه الفلاجيلا اللي تتحرك بها البكتيريا، بها البيلي اللي هي راح تكون عندي اللي هي البيلي شلون الشعيرات او شلون ال شلون القنفذ. اوكي مو بهاي شلون ال شلون البسامير او هاي شو يسويها؟ يعني احنا القنفذ لما نخليه بمكان مو يلتصق بهذا الشيء، هنا البيلي هي هاي فائدتها انه البكتيريا تلتصق بالمكان اللي تريده، مثلا تصيب مثلا البلعوم تلتصق به من خلال البيلي اللي بيها. زين which are less common component. ذني اكو فج المكون الاساسي هو السول وول، اما عندك كبسوله الفلاجيلا البيضه ذني يكون مكونات، يعني اكو موجودات بكتيريا معينه بكتيريا ثانيه ما بيها، يعني مو اشياء ضروريه. تمام. السول وول از لوكيتد وين موجود؟ موجود الاكسترنال خارجي للسيتوبلازميك ممبرين اند كومباوس. منين يتكون؟ من الببتيدوكلايكان اللي هو له دور بعمليه الصبغه. هذا الببتيدوكلايكان اللي يكون كلش ثيك بالبوزيتيف بالجرام بوزيتيف، وش يكون؟ يكون كلش ثن بالجرام نيجاتيف، لذلك ما يتمسك بالصبغه بالجرام نيجاتيف، اما لانه ثك بالبوزيتيف يتمسك بالصبغه وينطيها اللون البنفسجي. زين هسه لما يجيني يقول لي شنو البكتيريال ستراكشر، شنو التركيب مال البكتيريا؟ اول شيء هو شنو؟ هو السيل وول جدار الخليه. عرفت انه هو موجود بكل البكتيريا باستثناء منه المايكوبلازما ما بها هاي البكتيريا. زين بعد عندي منه التيكوك اسيد. هذا التيكوك اسيد لازم يعني هذا شو يعتبر؟ هل يعتبر شيء اساسي؟ لا. ليش؟ لان التيكوك اسيد راح اشوفه بالجرام بوزيتيف بس ما موجود بالجرام نيجاتيف. التيكوك اسيد وين موجود؟ بالجرام بوزيتيف. زين يعني ممكن اكو بكتيريا تحتوي على التيكوك اسيد وبكتيريا ما تحتوي على التيكوك اسيد. اللي تحتوي على التيكوك هي البوزيتيف او الجرام بوزيتيف، واللي ما تحتوي الجرام نيجاتيف. زين بعد اللايبوبوليساكرايد هم يعتبر شنو؟ يعتبر ماده مو اساسيه. ليش؟ لان موجوده بالجرام نيجاتيف وما موجوده بالجرام بوزيتيف. اذا التكوك خلي قدامها بوزيتيف موجب، يعني شنو معناها؟ معناها موجوده بالبكتيريا الموجبه. اللايبوبوليساكرايد ايش بيها؟ خلي عليها علامه سالب. شنو يعني؟ معناها موجوده بالجرام نيجاتيف. زين بعد قد السيتوبلازم الفلاجيلا اللي هي عرفتها هاي اللي هي تستفاد من اثر البكتيريا على مو شنو؟ تتحرك البيلي. عندي شنو البيلي؟ قلت هي من خلالها تلتصق وين؟ تلتصق البكتيريا بالمكان وتسبب شنو؟ تسبب عندي التهاب. زين الكبسول، هذا الكبسول يمتى يتكون؟ يقول البكتيريا من تدخل للجسم الانسان تحيط نفسها بكبسول، يعني تحمي نفسها بشنو؟ بكبسول. وعندي الانكلوجن اخر شيء، ومنو؟ والسبورز. السبورز هاي شنو؟ في حالة انه البكتيريا ما تقدر تتغذى، يعني ما قدرت انه تتناول غذائها من مكان معين، شو تسوي؟ تغذي نفسها بنفسها، اوكي؟ من خلال شو تكون؟ تكون السبور فورم، تمام؟ تكون عندي السبور. اذا هسه عرفت كل جزء بالخليه وشنو وظيفته وين موجود. زين وطبعا هنا هو محدده، لو نجي نشوف هاي محدده بالرسم. هاي الرايبوسوم طبعا ما له علاقه، هاي الانكلوجن ذني الانكلوجن. زين هاي الفلاجيلا اللي هي تتحرك بها. هذا هو جدار الخليه اللي موجود. وعندي شنو؟ الكبسول اللي بعدين قلت اللي هي تتكون بعد ما تدخل جسمي. زين السيل ممبرين اللي هو وين موجود؟ هذا السيل ممبرين ورا جدار الخليه، ورا جدار الخليه اكو غشاء الخليه.
زين، هاي هنا الرسم شي يمثل؟ يمثل الفرق بين الايوكاريوتيك وبين البروكاريوتيك اللي احنا قلناها. الايوكاريوتيك اللي هي حقيقية النواة وين موجودة؟ بالانيمال. البروكاريوتيك وين؟ بالبكتيريا. شبيها هاي هنا تحتوي على النيوكلياس، اما البروكاريوتيك انقسمت بوزيتيف ونيجاتيف، هاي اللي بها السيل ممبرين، بها نيوكلويد بس ما بها نيوكلياس، زين بها الفلاجيلا همينه، بها سيل وول اوكي، جرانيول اوكي، رايبوسوم بلا، هاي يحدد لي كل وحده وشنو مكوناتها. هنا شنو بيها تحتوي؟ تحتوي على الميتوكوندريا. هنا ما بيها ميتوكوندريا، هنا بيها نيوكلياس، هنا ماكو نيوكلياس. تمام، هاي شنو فرق بين البروكاريوتيك والايوكاريوتيك من خلال هذا الرسم. زين، لما يجيني الشخص يسالني يا ابي جدار الخليه شنو وظيفته، يعني هنا البكتيريا ليش تحتوي على ليش البكتيريا تحتوي على جدار السيل وول، ليش تحتوي على هذا الجدار، شنو فائدته؟ اول بدايه هو ديتيرماين شيب اوف بكتيريا، اذا اول شيء هو يحدد شكل البكتيريا، اذا جدار الخليه الى دور انه هو اللي يحدد شكل الخليه. زين، اثنين شو يكون؟ سترينث بريفنت الاوزمتيك رابتشر، يعني شنو معناه؟ يعني راح يكون عندها لها دور بشنو؟ بالقوه سترينث، انه هو شو يكون يعني قوي او تحمي عندي شنو؟ البكتيريا. زين، ينطي القوه للبكتيريا. زين، برودكت انترنال ستراكشر، يحمي المكونات او المركبات الداخليه اللي داخل البكتيريا. تارجت سايت اوف سام انتيبايوتيك مثل البنسلين. هنا البنسلين مصنع، هنا البنسلين هو هسه خلينا نعتبر هذا جدار الخليه. البنسلين مصنع انه يشتغل على الببتيدوكلايكان، والببتيدوكلايكان احد مكونات جدار الخليه. تمام، فاذا هنا ممكن شو يعتبر اذا، والببتيدوكلايكان يعتبر الاساس لشنو؟ لعمليه تكاثر الخليه مثلا، او العفو تكاثر البكتيريا. لما يجي البنسلين ويضرب لي الببتيدوكلايكان، يعني ضرب لي منه؟ ضرب لي السيل وول. زين، فايش راح يسوي؟ راح يفتح لي هذا السيل وول، مكونات الخليه كلها ايش بيها؟ راح تطلع للخارج. ومن تطلع خارج المحتوى مالتها، خارج الجدار، ايش راح يصير بيها؟ يصير لها بيها الرابتشر وتموت، تموت شنو؟ تديد البكتيريا. هاي منو؟ اذا اول شيء هو حدد شكل الخليه، تمام؟ اثنين انطاها القوه للخليه او للبكتيريا، بعد حمالها المكونات الداخليه. فمن قد ما حمى مكونات الداخليه، من اجى البنسلين واشتغل عليه وربشره او كتله او دمره لهذا الجدار، صار بي الانترنال ستراكشر شبيها كلها راح تطلع، كلها راح تطلع، كانه خلينا نفترض كبالونه بيها ماي وثقبت البالونه، شبيها المكونات مالتها كلها شبيها كلها راح تطلع. تمام، بعد تارجت سايت اوف لايزوزا give rigidity، ينطي القوة. ليش ينطي القوة أو الصلابة للبكتيريا؟ بعد help in cell division، إلى دور بانقسام الخلية. لذلك قلت بما أنه إلى دور بانقسام الخلية، فممكن بعد إذا إجا البنسلين وضرب البيبتيتو أو السول وول، فالخلية بعد ما تقدر تنقسم أو البكتيريا ما تنقسم فما تتكاثر. زين، resistance to hormonal effect of environment condition، كذلك يقاوم الحالات الخطرة اللي تجي وتريد تقتل البكتيريا، فهو يحميها. إذن بين قوسين نقدر نختصر وظيفة السيل وول إنه هو كحماية ودعم، المن حماية ودعم للبكتيريا. تمام، حماية ودعم، يحمي مكوناتها الداخلية، ينطيها الصلابة، يحدد شكلها، ينطيها القوة، يحميها من المؤثرات الخارجية وغيرها. تمام، هاي بالنسبة لمن؟ بالنسبة للسيل وول. السيل وول، اعتمادا على السيل وول مثل ما قلنا، واعتمادا السيل وول وبيبتيدوكلايكان، واعتمادا على البيبتيدوكلايكان، فراح ينقسم البكتيريا الى نوعين. تنقسم البكتيريا اعتمادا على جدار الخليه المن الى جرام بوزيتيف اوكي، والى شنو؟ الى جرام نيجاتيف، جرام بوزيتيف وجرام نيجاتيف. زين، اعتمادا على شنو اللي احنا اخذناه؟ اجى من خلال عالم اجى انطى حتى يفرق بين انواع البكتيريا، انطاهم ثلاث صبغه، اللي تصبغ بهاي البنفسجيه سماها بوزيتيف، واللي ما تتصبغ سماها نيجاتيف. هاي عرفناها. اعتمادا على شنو؟ اعتمادا على جدار الخليه. زين، جدار الخليه شنو علاقته؟ لان يحتوي على الببتيدوكلايكان، والببتيدوكلايكان هو اللي يتمسك بهاي الصبغه او ما يتمسك بها. زين، السيل وول ما تلجرام بوزيتيف شنو يحتوي؟ يحتوي على ببتيدوكلايكان، تحتوي على ليبيد وتكوك اسيد. اذا لما نقول جدار الخليه، هاي هي جدار الخليه، هاي هي البكتيريا، ايش تحتوي؟ اول شيء ببتيدوكلايكان واحد، بعد بها ليبيد وبها تكوك اسيد. زين، الجرام نيجاتيف منين يتكون؟ هم ببتيدوكلايكان. اذا البوزيتيف والنيجاتيف اثنيناتهم بيهن ببتيدوكلايكان. زين، شنو اختلاف
البوزيتيف عن النيجاتيف. انه البوزيتيف ما بيها شنو، ما بيها يعني هسه لو نجي مثلا هي هاي البكتيريا عندي هنا، خلينا نقول هذا هو البيبتيدوغلايكان وانتهت الخليه. زين لو نجي المن للنيجاتيف، لو نجي للنيجاتيف، لو نجي للنيجاتيف نرسمها ايش راح يكون عندي؟ هذا زين. فهنا بالنسبة هاي البوزيتيف شو اسوي؟ او خلينا نرسم شوية، هذا هو جدار الخلية وهذا هو بيبتيدوغلايكان. بيبتيدوغلايكان شوية راح ارسمه كلش ثيك كلش كبير، هذا هو البيبتيدوغلايكان. هنا انتهت البوزيتيف، هاي منو؟ هاي البوزيتيف. زين النيجاتيف هذا جدار الخلية، هذا البيبتيدوغلايكان مالتها كلش رفيع، وش راح يكون بها؟ بها اوتر ممبرين. يعني شنو الاختلاف؟ انه اثنيناتهم بهم جدار خليه، بعد اثنيناتهم بهم بيبتيدوغلايكان، لكن النيجاتيف ايش بيها؟ تحتوي على الاوتر ممبرين، والغشاء الخارجي هو اللي يحتوي على الدهون، يحتوي على البروتينات، ويحتوي على شنو؟ على اللايبو بولي سكرايد، اللي احنا شنو قلنا ذكرناه بالبدايه، هذا يكون موجود بالنيجاتيف، ما موجود وين؟ بالبوزيتيف. اذا اخذت بكتيرتين، اخذت جدار الخليه، هذا لانه ثيك البيبتيدوغلايكان، لانه كل السميك فتمسك بالصبغه وانطاها اللون البنفسجي. هذا هنا ايش راح يكون عندي؟ ثين. يعني هسه حسب الرسم اقدر افرق انه هو اثنيناتهم بهم بيبتيدوغلايكان، لكن شنو الفرق؟ بحجم البيبتيدوغلايكان. هنا البيبتيدوغلايكان كلش ثيك، هذا البيبتيدوغلايكان ايش بيه؟ رفيع. بعد هنا النيجاتيف بيها اوتر ممبرين، هذا شنو؟ ما بيها اوتر ممبرين. بعد اقدر اقول انه هو الجرام بوزيتيف بيها تكويك اسيد، الجرام نيجاتيف شنو بيها؟ بيها لايبو لايبو بولي سكرايد. اما هاي شنو بيها؟ بيها تكويك اسيد. زين بيها تكويك اسيد. زين الكومبوزيشن اوف ذا سيل وول، نجي هسه لجدار الخليه، نجي نفصخه تفصيخ. اوكي قلنا هسه عرفت انه الاوتر ممبرين موجود فقط بالجرام نيجاتيف. زين بعد عندي هنا شنو جدار الخليه شنو راح يحتوي؟ نجي ناخذ جدار الخليه سواء بالنوعين بكتيريا البوزيتيف والنيجاتيف، اذا باول شيء بيبتيدوغلايكان. بيبتيدوغلايكان از بيرميبل كروس لينكد بوليمر ويتش از ريسبونسبل فور سترينث اوف ذا سيل وول. اذا اني صح بالبدايه قلت انه جدار الخليه هو اللي ينطي قوه البكتيريا، لكن ليش انطت القوه؟ اعتمادا على شنو؟ اعتمادا على اللي يحتوي، اعتمادا على المكون مالت البيبتيدوغلايكان، المكون الاساسي هو اللي انطى شنو؟ هو اللي انطى هاي السترينث، هو اللي انطى هاي القوه لمن؟ لجدار البكتيريا وخلاها قويه. زين اذا الريسبونسبل مسؤول عن قوه جدار الخليه. البيبتيدوغلايكان منين يتكون؟ البيبتيدوغلايكان يتكون من ثلاث مكونات. البيبتيدوغلايكان بالبوزيتيف والنيجاتيف بي ثلاث اشياء. شنو بي؟ بي كلايكان باك بون، بي تترا بيبتايد، بي بيبتايد لان هو من اسمه بيبتيدوغلايكان، اذا كلايكان وبيبتايدات. البيبتايد هو سايد تشين تتكون، يعني البيبتايد هو عباره، احنا نعرف البيبتايد دائما هو عباره عن سلسله من الامينو اسيد. زين اذا هو عباره عن سلسله من الامينو اسيد، وهنا الامينو اسيد ايش بيه؟ هنا الامينو اسيد اللي راح يكون بي يحتوي على نوعين، نام وناك. النام شنو هذا يقصد بيه؟ ان اسيتايل اميور مارمريك اسيد. والناك هو شنو؟ اللي هو ان اسيتايل كلايكو سامين او كلوكوز، عفوا كلوكوز امين. هنا ذني شبيهن يرتبطن ويا بعضهن بواسطة منو؟ بيتا كلايكوسايد. هاي البيتا كلايكوسايد هن اللي شبيهن، يعني هذا النام وهذا الناك يرتبطن ويا بعضهن بواسطة البيتا كلايكوسايد، شرح يكونن عندي؟ يكونن عندي البيبتايد، يكونن البيبتايد تشين، السلسلة مات البيبتايد بيبتيدوغلايكان. ومن كون البيبتيدوغلايكان معناها شنو؟ اذا تكون، اذا هن ذن ارتبطن وانطن البيبتيدوغلايكان، والبيبتيدوغلايكان شنو الى دوره؟ شنو فعاليته؟ شنو دوره؟ شنو اهميته؟ ينطي قوه لجدار الخليه. زين في حال انه اني هذا حطمت البيتا كلايكوسايد، حطمتها، النام والناك ما راح يرتبطن ويا بعضهم،
بالتالي اذا ما ارتبطن ويا بعضن ايش راح يصير بيه؟ هنا اللي طبعا هنا من يتحطم وعرفت هنا يتكون، هنا يكون البيبتيدوغليكان. فهنا شنو بعد انه يتحطم البيبتيدوغليكان، بالتالي ايش راح يكون؟ تحطم جدار الخليه، بعد ما ينطيها قوه محتويات الخليه كلها راح تطلع للخارج. وممكن اذا هنا الهدف اللي راح يشتغل البنسلين هو يكسر هاي الرابطه اللي هو قلنا يشتغل على البيبتيدوغليكان، صح؟ قلنا تدور كسر البيبتيدوغليكان. شلون يكسر البيبتيدوغليكان؟ من خلال يكسر هذني الان اسيد المارميك اسيد والان اسيد جلوكوز امين. من كسر الرابطه اللي بيناتهم تحطمن، من تحطمن بعد ماكو شيء يربطن، فما يكون البيبتيدوغليكان. يعني شنو؟ يعني حطم البيبتيدوغليكان، البيبتيدوغليكان تحطم، جدار الخليه تحطم، بالتالي قوه الخليه كلها وقوه البكتيريا كلها ايش بيها؟ كلها راحت. زين، جلايكان باك بون ار كروس لانك باي تترا بيبتايد لينكيج. وكلايكون يرتبط وياها من خلال شنو؟ تترا بيبتايد لينكج. ذا تترا بيبتايد ار اونلي فاوند، التترا بيبتايد وين موجوده؟ موجوده فقط بهذا اللي هو من هو الان اسيتايل مارمريك اسيد. زين، اكثر من 100 بيبتيدوغليكان ار ناون وذ ذا دايفرسيتي فوكس اون ذا كيمستري اوف بيبتايد كروس لينكج اند الانتر شنو انتر بريدج. هنا شو يقول عندي؟ يقول اكثر تقريبا اكثر من 100 بيبتيدوغليكان احنا ايش بيها؟ نعرفها او معروفه. اكثر من 100 بيبتيدوغليكان معروفه. سوري. زين، هنا الوذ دايفرسيتي فوكس اون على شنو متركزه؟ يعني هاي البيبتيدوغليكان احنا من عرفناها ذني المية المعروفات، اكثر شيء على شنو ركز؟ ركز على الكيميائيه. اوكي، يركز على الكيميائيه الربط والانتر بريدج وشنو الربط وشون نقول الجسر اللي بينهم. يعني انا من عندي 100 بيبتيدوغليكان، بس اكثر شيء علي ما ركزوا، ركزوا على الاشياء المرتبطه اللي كونن عندي البيبتيدوغليكان، على الكيميائيه البيبتايد. زين، من خلال الربط والجسر اللي بيناتهم. يقول على الرغم من ان البيبتيدوغليكان كيمستري فاري فروم ذا اورجانيزم تو ذا اورجانيزم، اذا هو البيبتيدوغليكان صح انا عندي 100 بس كلهن ركزوا عليه من على الكيمستري مالتهم، تمام؟ زين، بعد شو يقول؟ يقول انه كيميائيه هذا البيبتيدوغليكان تختلف من اورجانيزم لاورجانيزم، من كائن لكائن حي. زين، الكلايكان باك بون اللي هو الناك والنام is same in all species of the bacteria. البيبتيدوغليكان كيميائيا هو مختلف، لكن شلون نقول العمود الفقري او اللي يكون البيبتيدوغليكان اللي يرتبط ذني الان اسيتايل مارمريك اسيد او الان كليكوز امين، هذن ايش بيهن؟ يكون هنا متشابهات بكل انواع البكتيريا، تمام؟ كيميائيه البيبتيدو مختلفه، لكن اللي يكوننا واللي يرتبطن ويا بعضهن وكون البيبتيدوغليكان ايش بيهن؟ هن متشابهات او هن نفسهن، تمام؟ هذا هو هنا ذا يحدد انه هذا هو النام، نشوفه شلون مرتبط ويا الناك، وكل هذا ايش سوى؟ هذا كله هو كون عندي نام ويا ناك، نام ويا نام ارتبطن ويا بعضهن، طن شنو؟ بيبتيدوغليكان. زين؟ الامينو اسيد الفاوند ان تترا بيبتايد، احنا عرفنا التترا بيبتايد هي بيبتايد، والبيبتايد هي عباره عن سلسله من الامينو اسيد. زين، شنو الامينو اسيد اللي موجوده بالبيبتايد مات البيبتيدوغليكان؟ الانيلين. اوكي، يعني حسب الشكل لما يحدد لي يقول لي انه هو ال الانيلين بالفيرست بوزيشن ان بوث جرام بوزيتيف وجرام نيجاتيف. يعني هو من اسمه سلسله، هو سلسله من الامينو اسيد. اول امينو اسيد متكون من عنده هو من هو الانيلين، الانيلين. زين، ماخذ موقع واحد. زين، بعد الكلوتاميك اسيد بصفه صاير اثنين منه عندي الكلوتامين بهالشكل، اثنين الكلوتامين. زين، ثلاثه من هو الامينو بيماليك اسيد او اللايسين موجود بالموقع ثلاثه. زين، أربعة الدي أنيلين موجود بالبوزيشن أربعة is involved in the cross link between the tetrapeptide and the action of penicillin. احنا عرفنا انه هو التتراب من اسمه تترابيبتايد، يعني اربع بيبتايدات، والبيبتايد هو عباره عن سلسله من الامينو اسيد، يعني عندي اربع امينو اسيد. شنو الاربع امينو اسيد؟ اعتمادا على ترتيبين، الال انيلين، الدي الكلوتاميك اسيد، الدي امينو امينو بيماليك اسيد او اللايسين، والدي الانيلين اللي هو يتضمن الكروس لينك اللي يتضمن المنطقه الربط اللي راح يصير بين ذني اللي من ذني الاربعه البيبتايدات، من اللي يربطهن؟ يربطهن هذا الدي انيلين. وبالتالي اذا هو ربطهن ذني الاربع سلسلات تكونن، صح؟
تكون عندي اول جزء من البيبتيدوغلايكان. فبالتالي يعني هذا بكل مكان اني اركز بالضبط واعرف البنسلين وين يشتغل. انا من البدايه قلت البنسلين يشتغل على البيبتيدوغلايكان. زين، رجعت من قريت البيبتيدوغلايكان، عرفت انه البيبتيدوغلايكان اكو فد اسيدات اثنين مرتبطات ويا بعض هن اللي يكون البيبتيدوغلايكان. وقال لي يابا انه هو البنسلين يشتغل عليه، هني حطوا من الرابطه اللي بيناتهم اتكسرت. زين، بعد ما رجعت تعمقت شويه بالدراسه اكثر، شو عرفت؟ عرفت انه اكو فد امينو اسيد، اربع امينوات اسيد، وحده من الامينو اسيد اللي تربطهن يجي البنسلين هو اللي يشتغل عليها. بالتالي فس او شلون نقول كسر الارتباط بين ذن الاربع امينو اسيد. واذا كسر الارتباط بين الامينو اسيد يعني بعد ما عندي شنو؟ بعد ما عندي لا نام ولا ناك، ما مرتبطات ويا بعض. واذا ما ارتبطن ما تكون عندي البيبتيدوغلايكان، واذا ما تكون البيبتيدوغلايكان ماكو جدار خليه، وبالتالي كل مكونات الخليه بعد ما تنحمي ما وتموت الخليه. البيبتايد كروس لينكيج ان جرام بوزيتيف اند جرام نيجاتيف بكتيريا. نجي هسه حسب اللي حكينا انه هو البيبتايد اول واحد اللي هو ذكرليا اللي هو هذا الانيلين البوزيشن الاول، الثاني هو بي الكلوتاميك اسيد، الرابع اللي هو الامينو بالميك اسيد، اوكي، والخامس اللي هو اخير واحد اللي هو من هو رجع لي الى الانيلين هو اللي يربط بيناتهم. تمام، هو اللي يربط بيناتهم. زين، هاي هنا مثلي هاي بالجرام بوزيتيف هاي بالجرام نيجاتيف، وهو بالحالتين يعني البيبتايد هو اللي يعتبر كاللينكد، يعني هو اللي يعتبر كالآسرة الرابطة اللي صارت بيناتهم. زين، هنا بالجرام نيجاتيف بكتيريا بيبتايد كروس لينكج اكرز بتوين الداي امينو بالميك اسيد بالبوزيشن الثالث اوف وان كلايكان باك بون عند دي الانيلين ادجسنت للكلايكان باك بون. هنا ايش دا يقول؟ يقول بالجرام بوزيتيف انه انا عرفت انه الرابطه هي من هي البيبتايد كروس، صح؟ بيبتايد اللي هي اللي اعتبرت شلون الاثره او الاثره الرابطه اللي صارت بيناتهم هي البيبتايد كروس اللي هاي. يقول بالجرام نيجاتيف البيبتايد اللي راح يصير بين من؟ بين الداي امينو بالميك اسيد بالبوزيشن الثالث. زين، يعني حدث الارتباط اللي راح يصير من خلال بيبتايد، بيبتايد شلون راح يصير بين من؟ يعني الارتباط بين من راح يصير؟ بين الداي امينو بالميك اسيد بالبوزيشن الثالث. زين، اوف وان كلايكان باك بون اد من وبين من ارتباط بين الداي وبين الانيلين الاخير اوف الادجسنت القريب من الكلايكان باك. يعني لو نرجع حسب الجرام نيجاتيف واجي اشوف الربط الصار، صار الربط بين من البيبتايد، شوف وين البيبتايد صاير، هذا البيبتايد بين من؟ ذاكر لي انه هو البيبتايد صار بين الداي امينو بالميك اسيد، هذا داي امينو بالميك اسيد، وبعد ويا من الثاني؟ داي امينو بالميك اسيد، هذا عفوا هذا الداي امينو بالميك اسيد، هذا البيبتايد اللي يتكون عندي بين الداي امينو بالميك اسيد هاي البيبتايد، وبين من؟ وبين الانيلين، بين الدي انيلين، هاي تكونت عندي هنا البيبتايد اللي صايره بيناتهم، هاي الاثره الرابطه اللي كانت. زين، خلينا نجي نشوف ذاكر لي بالبوزيتيف وين صاير. اما بالجرام بوزيتيف البيبتايد وين صارت؟ باي بيبتايد انتر بريدج ذا تايب اند نمبر اوف الامينو اسيد ان انتر بريدج فاري امونج بكتيريال سبيشيز. اما بالجرام بوزيتيف الارتباط اللي صار بين البيبتايد بواسطه جسر، جسر داخل نسميه جسر داخل البيبتايد، اوكي، بيبتايد انتر بريدج يعني داخل البيبتايد اكو فد جسر. فهذا الجسر شو يقول؟ يختلف النوع مالت هذا، يعني يختلف نوع وعدد الاحماض الامينيه بهاي الانتر بريدج من بكتيريا لبكتيريا. يعني هنا لو اجي ارجع مره ثانيه اشوف الارتباط اللي راح يصير بين الامينو اسيد صار من خلال بيبتايد، بالنسبه للجرام نيجاتيف صار من خلال بيبتايد، وبين من؟ بين الداي امينو بالميك اسيد وبين الانيلين. زين، لكن هنا بالنسبه للجرام بوزيتيف صار بيبتايد انتر بريدج داخل، يعني اكو في الجسر داخلي بينات ربطهم، اوكي، اللي هو الكلايكان، ربطني الكلايكان كلها، تمام، اكو من خلال ارتبط من خلال بيبتايد انتر بريدج. زين، بعد عندي شنو؟ عندي التيكوك اسيد. التيكوك اسيد هو عباره عن حامض، اوكي، التيكوك اسيد هو بوليمر، اوكي، هذا البوليمر شو راح يكون؟ يذوب بالماء، هو از ووتر سوليوبل بوليمر اوف كلايسرول او الريبتول فوسفيت. اذا هو عباره عن بوليمر قابل للذوبان بالماء. منين يتكون؟ من الجليسرين
او من الفوس الريبيتول في فوسفيت. وين موجود؟ موجود بالجرام بوزيتيف. ايش قد يشكل؟ 50% من الدراي ويت اوف السيل وول، يشكل 50% من حجم جدار الخليه. زين. It is the major surface antigen of gram-positive bacteria. وشو يعتبر؟ يعتبر هو المستضد الأساسي أو السطح الرئيسي اللي راح يكون إلمه للgram-positive bacteria. يعني هو اللي موجود مثل ما إحنا بالجدار الخلية الخارجي ممكن تحته ببتيتوكلايكان وليبيدوتكوك أسيد. فهو شو يعتبر من المكون الأساسي من الأنتيجين اللي تفرز البكتيريا بحالة الالتهابات. اوكي، بحاله البكتيريا من تفرز عندي انتيجين بحاله الالتهاب البوزيتيف، ايش تنتج عندي من هو؟ تنتج عندي التكوك اسيد. زين، خلينا نجي نشوف هسه هذا هنا شو يكون عندي. هذا الرسم شنو يقصد به؟ عندي هنا احنا عرفنا الجرام نيجاتيف شنو بيها؟ بيها لايبوبوليسكرايد. اذا الجرام نيجاتيف، هاي الصوره للجرام نيجاتيف، السول وول مالته شنو بيها؟ بيها لايبوبوليسكرايد. اللايبوبوليسكرايد راح يتكون من جزئين، من اسمه لايبو، يتكون من جزئين، يتكون من جزئين. الجزء الأول هو اللايبو، يعني دهن. الجزء الأول هو لايبو. زين، الجزء الأول اللي هو منو عندي؟ ليبيد. أوكي، اللي هو شو نسميه؟ ليبيد أي، يرمزون لليبيد أي. اللي هو شو يعتبر؟ يعتبر اللي هو توكسيك بارت، أو يسموه الأنتي توكسين. هذا الليبيد أي هو التوكسيك بارت، يعني الجزء السام أو الأندوتوكسين. أوكي؟ او اندوتوكسين. بعد المكون الثاني اللايبوبوليسكرايد ايش راح يكون عندي هنا؟ اللي المجموعه الثانيه من البوليسكرايد اللي هي شو نسميها؟ نسميها اوبوليسكرايد. والاوبوليسكرايد بالجرام نيجاتيف هي اللي مسؤوله عن انتاج شنو؟ عن انتاج الانتيجين اللي يتكون منين؟ يعني البوليسكرايد. يعني انا هسه عرفت من ذكرت انه هو الجرام بوزيتيف من الانتيجين مالتها تكوك اسيد. زين، الجرام نيجاتيف من الانتيجين مالتها؟ الانتيجين مالتها هي اللايبوبوليسكرايد اللي بيها جزئين، بيها اوبوليسكرايد اللي هو الانتيجين، والليبيد اي اللي هو التوكسين او اللي نسموه التوكسيك بارت او يسموه الانتي توكسين. تمام؟ يعني هذا لما شخص يسالني، طبعا هاي البورينز هسه راح ناخذها. البورينز عباره عن فتحات اللي هي هاي السمول بورز او بورينز او بورينز يسموها. هاي مهمه ان تدخل المواد غذائيه، تدخل مواد غذائيه وتطلع الويست برودكت هاي البورينز. تمام؟ هسه مو شغلنا احنا، شغلي هنا هسه باللايبوبوليسكرايد. ايش بيها؟ شيء يتكون، يتكون من جزئين، يتكون بوليسكرايد وليبيد اي. هذني البوليسكرايد والليبيد اي اثنينات اقدر اعتبرها انه انتيجين. الاوبوليسكرايد هو الانتيجين، والليبيد اي هو منه؟ هو التوكسيك او الانتي توكسين. توكسيك او الانتي الانتي توكسين. زين، هاي الفيجر هي شو تمثل؟ تمثل الاوتر ممبرين بالسول وول مالت الجرام نيجاتيف. قلت يابا انه هو الجرام بوزيتيف ما بيها اوتر ممبرين ورسمتها، وقلت تحته جدار خليه ببتيدوكلايكان تتوقف خلاص. النيجاتيف لا، جدار خليه ببتيدوكلايكان اوتر ممبرين. الاوتر ممبرين خلينا نشوفها منين يتكون. الاوتر ممبرين ات از ان اديشنال لاير، هو يعتبر طبقه اضافيه. وين موجوده؟ موجوده بالجرام نيجاتيف، هي طبقه اضافيه. منين يتكون هذا الجرام العفو الاوتر ممبرين؟ منين يتكون؟ يتكون من ليبيد باي لاير، من طبقتين دهنيه، ويتكون من بروتين ولايبوبوليسكرايد. هاي طبقه اللايبوبوليسكرايد هل هي موجوده بجدار الخليه؟ لا. وين موجوده؟ موجوده بالاوتر ممبرين، بالغشاء الخارجي الاضافي اللي موجود بس بالنيجاتيف. تحتوي هذا الغشاء الخارجي هو اللي يحتوي على اللايبوبوليسكرايد، ويحتوي على طبقتين دهنيه، ويحتوي كذلك على بروتينات. زين، شنو وظيفه هذا الاوتر ممبرين؟ يعني اني هسه الجرام نيجاتيف من تحتوي على الاوتر ممبرين هيج من دون ما له فائده؟ لو اكيد لازم له فائده، اكيد له فائده. زين، شنو الفائده اللي راح تكون موجوده بالاوتر ممبرين وخلى الجرام نيجاتيف تمتلك هذا الاوتر ممبرين؟ اول شيء structure component of gram negative cell wall. إذن أول شيء وظيفته هو يكون الهيكل الجدار الخلية مال منه؟ مال الجرام نيجاتيف. يعني الأوتر ممبرين هو اللي شلون نقول هو اللي أساس بتكوين جدار الخلية. بعد شو يحتوي؟ يحتوي على اللايبوبوليسكرايد اللي هو الأنتي توكسين. وقلنا شنو الأنتي توكسين؟ البكتيريا من تروح للمكان وتريد تسوي له التهاب تفرز أنتي توكسين. منو الأنتي توكسين اللي تفرزه؟ اللايبوبوليسكرايد اللي هو خصوصا منو اللي قلت لايبوبوليسكرايد بجزئين، بليبيد أي وبأوبوليسكرايد.
من اللي يعني راح اذا اختصار ليها، ما قال لي انه هو تفرز الاو والليبيد اي وما ادري شنو، لا قال لي انه هو كل الليبيد بوليسكرايد هو كله يعتبر انتي توكسين، تنتج البكتيريا السالبه. الليبيد اي هو مثل ما قلنا شنو، هو الانتيجين المستضد اللي تنتج البكتيريا اللي حارب الانتي بودي اللي ينتج الجسم او الجهاز المناعي. اذا وظيفه الاوتر ميمبرين هو اللي يكون جدار الخليه، هو اللي يحتوي على الانتيتوكسين واللي يحتوي على الانتيجين. هنجي نشوف هسه الاوتر ميمبرين، اذا اول شيء بيه مهم هو اللايبوبوليسكرات. خلينا نشوف شنو وظيفه اللايبوبوليسكرات. اللايبوبوليسكرات از اتاتش يرتبط بمن، بالاوتر ميمبرين بغشاء الخليه، بواسطه شنو؟ هيدروفوبيك بوند، يعني راح يرتبط او يتوصل او يرتبط بالغشاء الخارجي بواسطه الرابطه اللي تكون شبيها ما تذوب بالماء، تذوب بالدون، كارهه للماء. من اسم اللايبو، بما انه لايبو فاكيد هو شو يعتبر؟ طبقه دهنيه، مو طبقه تحب الماء انما طبقه تحب الدهون. اللايبو بوليسكارد السينثيسيس ان سيتوبلازميك ميمبرين اند ترانسبورت تو ذا اوتر ميمبرين. هو اصلا وين يتصنع؟ يتصنع بالغشاء السيتوبلازمي وينتقل لغشاء الخليه، او ينتقل الى الغشاء الخارجي ويرتبط بالغشاء الخارجي من خلال اصله هيدروفوبيك. انتبه هيدروفوبيك، من اسمها هيدروفوبيك. الفوبيك يعني شلون نقول عليها؟ الخوف او الكره. من اقول انا عندي فوبيا مثلا من الدم، يعني انا ما احب الدم، اكره الدم، اخاف من الدم. فالهيدرو هو مي، فوبيك يعني شنو؟ كره او خوف. اوكي، اذا هو يتصنع وين؟ يتصنع بالسيتوبلازم، ينتقل للغشاء الخليه، وبمن يرتبط؟ يرتبط بالهيدروفوبيك بوند. زين، منين يتكون؟ يتكون من الليبيد اي والبوليسكرات. والليبيد اي اللي هو الانتيجين، والبوليسكرات هو الانتي توكسين، هاي ذكرناها. زين، الليبيد اي هو الفوسفوريليتد كلايكوز امين ديس دايسكرايد. الليبيد اي ايش راح يعتبر هو شنو؟ اوكي هو انتيجين، لكن هو عباره عن شنو؟ عباره راح يكون عن ثنائي، يعني دايسكرايد، ثنائي السكرايد وشنو وكلوكوز امين. يتكون يعني الليبيد اي من، نقول الدهن اي نيم، يتكون كلوكوز امين ودايسكرايد. زين، الجزء الثاني هو البوليسكرايد، يعني هو جالي واحده واحده. الليبيد بوليسكرايد بها الليبيد اي، الليبيد اي هو الانتيجين. زين، هو منين يتكون؟ من الفوسفوريليتد كلوكوز امين ودايسكرايد. زين، البوليسكرايد اللي هي الانتيتوكسين شرح منين تتكون؟ كور بوليسكرايد واو بوليسكرايد. يعني سوري، الليبيد بوليسكرايد بيها جزئين، ليبيد وبوليسكرايد. الليبيد شنو؟ عباره عن جلوكوز امين وثنائي السكراد وجلوكوز امين يعني شلون جلوكوز امين مفسفر، هنقول هيك وبوليسكرايد. زين، البوليسكرايد بيها نوعين، بيها الكور بوليسكرايد وبيها منو بعد عندي؟ وأدي الاو بوليسكرايد. زين، هذا شنو؟ هاي الجرام نيجاتيف. اذا الجرام نيجاتيف بها سولفول، والسولفول بيبتيدوكلايكان، هاي عرفناه وشرحنا البيبتيدوكلايكان. للجرام البوزيتيف شرحنا شنو بيه. زين، بس اكو اختلاف بالربط اللي راح يكون بالبوزيتيف، يرتبط بالانتر بريدج، ترتبط السلسلات تتكون بيبتيدوكلايكان. بالجرام نيجاتيف لا، يرتبط من خلال بيبتايد، هاي عرفنا. زين، بعد الجرام نيجاتيف شنو بيها؟ بها اوتر ممبرين. شنو وظيفه الاوتر ممبرين؟ هو اللي يكون غشاء الخليه ويحتوي على اللايبوبوليسكرات. اللايبوبوليسكرات شنو وظيفته؟ شنو اهميته؟ وين يتصنع؟ هو يتصنع بالسيتوبلازم، ينتقل الاوتر ممبرين، يرتبط من خلال اصله الهيدروفوبيك بوند، وبي جزئين، بي جزء ليبيد وبي جزء يعني جزء دهون، جزء متعدد السكريات، او جزء الدهون شنو؟ مفسفر جلوكوز امين، والمتعدد السكريات بيه كوربوليسكرايد واوبوليسكرايد. هذا باختصار. بعد خلينا نشوف اكو مكون نسيته للنيجاتيف. الاوتر عرفت، والاوتر عرفته هو طبقه دهنيه يحتوي عن طبقتين دهنيه وبروتينات واللايبوبوليسكرات. واخذنا اللايبوبوليسكرات، عرفت وظيفته، عرفت عليه من يحتوي، عرفت كل جزء من اللايبوبوليسكرات شنو هو ومنين يتكون. لما يجيني سؤال يقول لي اريد امثله، ذكري لي امثله عن منو؟ ذكري لي امثله عن الجرام بوزيتيف. مثل من؟ المايكروكوكس، ستابيلوكوكس، ستريبتوكوكس، ليوكونستك. ذني وين؟ ذني جرام بوزيتيف، يعني شنو؟ يعني يتلون باللون البنفسجي. الجرام نيجاتيف الاشريشيا كولار، سالمونيلا، شيجيلا، كلابسيلا، سيدوموناس، هذني شنو؟ جرام نيجاتيف. لما تاخذون بالفارما بالمرحله الثالثه الانتي بايوتيك، هنا انا كون اعرف من اقول هذا الدواء مثلا البنسلين على سبيل المثال، اموكسيلين،
من اقول هذا الاموكسيلين مثلا يشتغل على شنو؟ على الجرام نيجاتيف. اوكي، مثلا اذا قلت هذا الاموكسيلين يشتغل على جرام نيجاتيف، يعني اعرفه انه يشتغل وين؟ على الايكولاي، سالمونيلا، كلابسيلا، اوكي، سيدوموناس. اوكي، مثلا عندي الميرونين، الميرونين اقول انه يشتغل هم على جرام نيجاتيف، مثلا على سيدوموناس. اوكي، مثلا عندي دواء يشتغل على البوزيتيف. اوكي، اي دواء مثلا يشتغل على البوزيتيف بكتيريا؟ من اللي يشتغل على البوزيتيف؟ مثلا ما يحضرني هسه. المهم المفروض انه انا اتذكر يشتغل على ستافيلا، ستربتو. اوكي، لازم اذا ضروري انه انا اعرف من البكتيريا البوزيتيف ومن البكتيريا النيجاتيف. هنا راح ياخذ لي مقارنه، الكلام اللي انا حكيته نقدر نختصره بهاي المقارنه، شنو اختلاف من خلال التركيب، من خلال المكونات الكيميائيه، من خلال الثيكنس بين الجرام بوزيتيف والجرام نيجاتيف. الجرام بوزيتيف البيبتيدوغلايكان اللي هو الاساسي ايش قلنا؟ ثيك، وهذا رسمته اتذكر شرحناه. بالجرام نيجاتيف ايش راح يكون؟ ثين، طبقه خفيفه. زين، المايكوبيبتايد ايش قد نسبه البيبتايدات بالجرام بوزيتيف؟ 80%. بالجرام نيجاتيف ايش قد؟ 40 الى 60. التيكوك اسيد وين موجود؟ موجود بالجرام بوزيتيف، اما بالجرام نيجاتيف ما تحتوي تيكوك اسيد. لايبوبوليسكرايد ايش بيه؟ ما موجود وين؟ absent بالجرام بوزيتيف، لكن ايش بيه؟ present، موجود باللايبوبوليسكرايد. بعد الاوتر ممبرين اللي يمتلك بروتين وبورز ايش راح يكون بالجرام بوزيتيف؟ مثل ما قلنا ايش بيه؟ ما موجود. وين موجود؟ موجود بالجرام بوزيتيف، العفو بالجرام نيجاتيف، هاي ذكرناها. يعني اقدر اقول يا هاي ثيك بولي بيبتايد، هاي ثين بولي بيبتايد، هاي تحتوي تيكوك اسيد، هاي ما بيها تيكوك اسيد، هاي تحت ما تحتوي لايبوبوليسكرايد، النيجاتيف تحتوي لايبوبوليسكرايد، النيجاتيف بها اوتر ممبرين، البوزيتيف ما بها اوتر ممبرين. تمام. بعد شنو؟ اللايزوم الهايبرتونيك سوليوشن البروتوبلاست فورم. اما اللايزوم هنا راح يكون عندي سيفروبلاست، تكون بشكل سيفروشن دائري وكذا. زين، تيك اب برايمر ستين، تاخذ الصبغه الاولانيه وبالتالي تنطي تاخذ لون ازرق على بنفسجي، هاي ما تاخذ الصبغه او تاخذ اللون الثاني فلذلك، او ما تاخذ الصبغه فتظهر باللون الاحمر او الوردي. زين، هاي ما تحتوي على البيلي اللي هو المكان اللي قلنا ترتبط به البكتيريا بالمكان اللي تريده، اما النيجاتيف لا تحتوي على البيلي. زين، المايزوزم ار مور بروميننت، موجود بكميات كبيره وين؟ بالبوزيتيف، اما بالنيجاتيف ايش بيه؟ ما موجود، موجود بكميات قليله. تمام. بعد الجرام نيجاتيف بكتيريا هاف بري بلازميك سبيس وير بيتا لاكتميز ار فاوند. الجرام نيجاتيف تحتوي على منو؟ على البيتا لاكتميز، دي بري بلازميك والبيتا لاكتميز اللي هي يشتغل عليها البيتا لاكتام، السيفالوسبورينات والبنسلينات وغيرها. تمام. هاي البورين اللي هي وين موجوده؟ موجوده بالجرام نيجاتيف مثل ما احنا ذكرنا هنا، انا ما راح تكون عندي بورينز. هذا لو اجي اباوع اشوف هذا البيبتيدوغلايكان باوع ايش قد سميك، اما هنا ايش قد خفيف، كلش رقيق. اوكي، هاي اخذناها. بعد شارح لنا مره ثانيه هذا البيبتيدوغلايكان كلش ثيك، كلش ثيك، كلش ثيك البيبتيدوغلايكان، اما هنا ايش قد؟ كلش رفيع. بعد هاي هو البلازما ممبرين وخلاص انتهت، سيل وول بيبتيدوغلايكان، سيل البلازما ممبرين انتهت. هنا شنو عندي؟ هذا شنو بيها؟ بيها سيل ممبرين، اوكي، بيها بيبتيدوغلايكان. بعد شنو بيها؟ بيها هذا الاوتر ممبرين اللي هو ايش بيه؟ الجرام بوزيتيف مفتقدته، اما الجرام نيجاتيف ايش بيها؟ احتوته اللي هو هذا. شوف شنو انا شلون بيها بس مكونين، اما هنا ايش بيها؟ مكونه من ثلاثه، هذا السيل وول، اوكي، اثنيناتهم بيهم سيل وول. السيل وول اللي هو بالجرام نيجاتيف بنوعين او مكون من جزئين، بيبتيدوغلايكان واوتر ممبرين. اما السيل وول بالجرام بوزيتيف بس بيبتيدوغلايكان، والبلازما ممبرين اثنيناتهم يحتوون على البلازما ممبرين. زين، نجي نشوف بعد هنا ايش يقول. يقول بسبب انه هو بيكوز البيبتيدوغلايكان ار بريزنت، لان اكو بيبتيدوغلايكان، اوكي، او بسبب وجود البيبتيدوغلايكان شو راح يصير عندي؟ خلينا نشوف. ان بكتيريا but not in human cell، لان اكو بيبتيدوغلايكان، يعني هسه من شخص يقول انه جدار الخليه موجود حتى بالانسان، زين ليش من اخذ انتي بايتك مثل البنسلينات تروح لجدار الخليه مال البكتيريا ما تاذي جدار الخليه مال الانسان؟ فش يقول؟ يقول لان هذا البيبتيدوغلايكان الدواء اللي ناخذه احنا ما يشتغل على جدار الخليه فقط، يعني مخصص خصوصا وين يشتغل؟ على البيبتيدوغلايكان، فلان هذا موجود بس بالبكتيريا وما موجود بخلايا الانسان، لذلك it is good target for antibacterial drug.
Several of the cedrac مثل من هاي الدرجات اللي تشتغل على جدار الخلية وخصوصا على البيبتيدوجلايكان بنسلينات سيفالوسبارين البانكومايسين. شو تسوي؟ تثبط السينثيسيس، تثبط تجميع تصنيع البيبتيدوجلايكان من خلال تثبيطها لترانسبيبتايديز. يعني اذا هنا انا حتى اثبط تكوين البيبتيدوجلايكان لازم اثبط الاساس اللي يكون البيبتيدوجلايكان، السلاسل اللي احنا ذكرناها، الكروس لينك اللي صارت بين التترابيبتايدات اللي احنا ذكرناها. مو انا عندي بيبتايدات اللي هن النام والناك، وعندي اربع بيبتايدات مرتبطات ويا بعضهن. هنا انا اذا وقفت الارتباط بيناتهن النام والناك ما راح يتكون، بالتالي البيبتيدوجلايكان كله ما راح يتكون. تمام؟ فاذا اني حتى هنا من يشتغل بنسين سيفالوسبورين بانكومايسين شو يسوون؟ يثبطن تصنيع البيبتيدوجلايكان من خلال تثبيطها للترانس بيبتايديز. اللي راح يكون ترانس بيبتايديز اللي هو سوى عندي شلون الاصره اللي ربط بين البيبتايدات الاربعه، البيبتايدات الاربعه من ارتبطت وحده ويا الثانيه ويا الثالثه اربعه ورجع ذن الاربعه اتصلوا مع بعضهم كون البيبتيدوجلايكان. اني هنا أنا اذا وقفت الاصره اللي تربط ذن البيبتايدات بالتالي البيبتيدوجلايكان كله ما راح شنو؟ ما راح يتكون. بكتيريا بلازميك ممبرين unlike that of the animal مثل ما عرفنا انه ما راح تكون مشابهه بالانيمال has no cholesterol or other sterols. تمام؟ لا تحتوي لا ستيرول ولا كوليسترول ستيرول. تمام؟ زين الامبيدد انجرام نيجاتيف الاوتر ممبرين ار بورين، ايش تحتوي؟ بورين بروتين اللي هي تحت يعتبر الويتش الو باسج اللي تسمع هنا الجرام نيجاتيف تحتوي على بالاوتر ممبرين تحتوي على بورين، لذلك ما موجودة بالجرام بوزيتيف. ليش؟ الجرام بوزيتيف ما بها اوتر ممبرين، فبالتالي راح يكون بها ما بها بورين. فالجرام نيجاتيف تحتوي على البورين، والبورين تسمح بمرور المواد الغذائية. There are also a nucleus to gram وبالتالي بها تكون هذا الشيء شلون نقول عليه انه هو هذا الشيء خاص بال يعني خاص بس بالجرام نيجاتيف، شيء فريد بالجرام نيجاتيف. الجرام بوزيتيف ثيكلي انتر كونكتد بيبتيدوجلايكان داز نوت بلوك ديفيوجن اوف لو مولكيولار ويت كومباوند. يكون طبقة البيبتيدوجلايكان اللي مترابطة الانتر كونكتد مات البيبتيدوجلايكان راح تكون عندي ما تمنع الانتشار. ليش؟ ان كانت كلش ثيك ما تمنع انتشار المواد اللي تكون عندي لو مولكيولار ويت. المولكيولار ويت اللي راح تكون عندي مواد مولكيولار ويت مالتها قليل، ولان البيبتيدوجلايكان كلش سميك فبالتالي ما راح يسمح بمرور هاي المواد. تمام؟ زين so substance that damage فهاي عندي شي يقول هنا، لذلك يمكن ان يعني هاي substance that damage the cytoplasmic membrane such as antibiotic dyes وtetragent. هنا يعني ممكن هاي تمر من خلال المواد. شو تسوي هاي المواد؟ بالتالي شرحت ممكن من تمر راح تدمر السيتوبلازم membrane يعني الانتيبايتيك، بما انه هو البيبتيدوجلايكان كلش سميك فما راح do not block diffusion of low molecular weight compound. يعني هنا يقول ما يمنع الانتشار، عفوا انه البيبتيدوجلايكان لانه ثيك فما راح يسمح انه هو، لا هو صح سميك بس المواد اللي صغيره واللو مولكيولر والمولكيولر ويت مالتها قليل حجمها يكون صغير تقدر تمر من انه هو خلينا نقول مثلا ثقوب كبار على سبيل المثال، بس الاشياء الصغيره تقدر تمر. فهو صح انه هو ثقيل او ثيك وكذا بس ما يقدر انه يمنع الانتشار مالت اللو مولكيولر ويت. فبالتالي هاي السبستانس من راح تمر وهي مولكيولر ويت مالتها كلش صغيره شو تسوي؟ تدمر او تحطم السيتوبلازم ممبرين مثل من الانتيبايتيك مثل الدايز ديترجنت وغيرها الاصباغ المنظفات تمر من خلال هذا البيبتيدوجلايكان هي صح صغيره وتحطم وتمر من عنده كان باسترو تقدر تمر من خلالها. هاوفر الجرام نيجاتيف الاوتر لايبوبوليسكايد كونتيننج سيل ممبرين بلوك ذا باسج اوف ذا سبستانس تو ذا بيبتيدوجلايكان لاير اند سنسيتيف انر سيتوبلازم ممبرين. هسه هنا اقدر انه هو اني افتهم انه هو الادويه اللي تشتغل على الجرام بوزيتيف وعلى السيل وول راح تشتغل على جرام بوزيتيف. ليش؟ لان البيبتيدوجلايكان مالتها سميك بالتالي وهن شي يكون وهن حجمهن صغير فهن راح يقدرن يمرن من خلال هذا الثقوب الكبار تقدر تمر من خلالها. لكن الجرام نيجاتيف الغشاء الخليه او الغشاء الخليه الخارجي مالت الجرام نيجاتيف اللي يكون هو اللايبوبوليسكرايد، مو احنا قلنا تحتوي على طبقه متعدده الدهون وبها عديده السكرايد، تمنع مرور هاي المواد. وبالتالي اذا منعت مرور هاي المواد تمنع مرور هاي المواد للبيبتيدوجلايكان وبالتالي راح تكون انسنسيتيف
وراح تكون عندي حساس السيتوبلازم في المبرين، فما يقدر يعبرها، اوكي، لان يحتوي على طبقه اضافيه. الطبقه الاضافيه والايبوبوليسكرايد اللي تفرز عندي الانتوتوكسين ما راح تخلي هاي المواد تمر، تمام؟ يعني هنا اذا هسه افتهم انه الادويه اللي تشتغل على السيل وول اكثر شيء وين تشتغل على الجرام بوزيتيف، تمام؟ اما اللي تشتغل على الجرام نيجاتيف ايش راح تكون؟ يعني شو تقول انه هو اكو فدافع يخليها شغلها على الجرام نيجاتيف يكون عندي قليل، تمام؟ انه ما تقدر، لازم تواجه فد شيء ثاني حتى تشتغل عليها. يعني على سبيل المثال لما نقول مثلا عندي سيفالوسبورين السيفترياكزون او مثلا السبروفلاكتاسين، حتى يشتغل السبرو لازم اكو في الطريقه الثانيه يدخل بيها للخليه غير السيل وول، غير انه هو يدخل من خلال البيبتيدوغلايكان، تمام؟ therefore وبالتالي antibiotic and the chemical that attempt to attack the peptidoglycan cell wall such as البنسلين and the lysosome are unable to pass through. وبالتالي راح يكون الأدوية الانتيبايتيك اللي راح تكون تهاجم عند البيبتيدوكلايكان ما راح تقدر تمر من خلال من خلال السول وول مال منو مات الجرام نيجاتيف. ليش؟ لان الجرام نيجاتيف احتوت على اللايبوبوليسكرات، واللايبوبوليسكرات منع مرور هاي المواد، لان الجرام بوزيتيف ما بها لايبوبوليسكرات فما قدرت تمنع هاي المواد، زين؟ اما الجرام نيجاتيف احتوت على لايبوبوليسكرات فقدرت تمنع هاي المواد، وبالتالي ما راح تقدر تعبر وتقتلها، اوكي؟ فالبنسلين واللايزوزم ما راح يقدر يمر من خلالها، اوكي؟ فحتى استخدم ادويه تشتغل على الجرام نيجاتيف لازم القى طريقه ثانيه غير السيل وول، لازم القى طريقه ثانيه غير السيل وول. هاي هنا راح يشرح لي شلون الصبغه راح تصير. هاي الكريستال فايولت ستين اكو هي صبغه كريستال لونها بنفسجي اللي استخدمت الجرام ستين استخدمت للصبغه از لارج داي كومبلكس ذات از ترابت ان ذا ثيك. طبعا هاي هي اللي تلون منه اللي تلون الادويه، هي العفو الجرام بوزيتيف او جرام نيجاتيف، يعني تلون البكتيريا مثل ما نقول داي هي لونت، زين؟ راح تكون عندي اكثر شيء وين راح تكون؟ تربد وين اكثر شيء محاصره، يعني هاي الصبغه تلتصق اكثر شيء وتصبغ يا لو يا يا بكتيريا، البكتيريا اللي يكون البيبتيدوكلايكان مالتها ثيك، زين؟ اذا منو يعني اقصد بيها؟ اقصد بيها الجرام بوزيتيف سيل وول، لان جرام بوزيتيف سيل وول جدارها بهالبيبتيدوكلايكان مالتها كلش ثيك، فبالتالي هذا الثيك راح يكون شلون نقول يقدر يتماسك بهاي الصبغه البنفسجيه ويخليها يتلون. result in gram positive وش خلى ظهرت الجرام البكتيريا اللي تلونت بهذا اللون انطتني فد لون ازرق مثل ما قلنا او بنفسجي، لذلك سميتها بوزيتيف، تفاعلت او شلون نقول ناسبها هاي الصبغه. الاوتر ليبيد كونتين سيل ممبرين اوف ذا جرام نيجاتيف اورجانزم از ديسولف. اما شو يقول الطبقه الخارجيه، الطبقه الخارجيه مال غشاء الخليه مالت البكتيريا النيجاتيف راح تذوب بواسطه الكحول. من غسلناها من غسلنا الكريستال فايلات ايش راح تكون عندي يصير بها؟ انه هو يعني ما راح تاخذ اللون البنفسجي. ليش؟ انه راح يذوب، راح ينزاح بالكحول. من غسلتها بالكحول درت عليها كحول، هذا اللون البنفسجي او البيبتيدوكلايكان ما راح يتمسك بهاي الصبغه، راح ينزاح من عندها، زين؟ راح ينزاح من عندها، اوكي؟ من غسلته راح يصير عندي شنو؟ تاخذ فد لون ثاني او اخذت مثل ما قلنا اللون الاحمر او غيرها، اوكي؟ زين عندي هنا أسئلة، خلينا نشوف شو يقول. يقول السؤال الأول: الجرام نيجاتيف بكتيريا are more resistant to environment conditioned membrane such as antibiotic diet tetraingent. يجيني هنا سؤال يقول يابا هسه اللي فهمت أنا من الكلام إنه الجرام نيجاتيف هي راح تكون مقاومة للأصباغ، مقاومة للأنتيبايوتيك، مقاومة للأشياء هواية. ليش؟ تقدرين تفسري لي هذا الشيء؟ خلينا نجي نقرأ ونشوف شو يقول، شو راح يفسر لي إياها. يقول بسبب الجرام نيجاتيف بكتيريا هاف اديشنال لاير، لان الجرام نيجاتيف يعني انا لو ارجع مره ثانيه قلنا يابا البوزيتيف هو بيها البيبتيدوكلايكان وبيها اللي منو وبيها البلازما ممبرين فقط طبقتين، هاي منو هاي البوزيتيف، هاي منو هاي البوزيتيف بيها فقط طبقتين، الجرام نيجاتيف لا بيها بيبتيدوكلايكان وبيها السل او الاوتر ممبرين وبيها البلازما، بيها شنو؟ بيها طبقه ثانيه اضافيه. فلان الجرام نيجاتيف تحتوي على هاي الطبقه الاضافيه اللي هي الاوتر ممبرين، والبالاوتر ممبرين عندي اللايبوبوليسكرايد ذات بلوك، فراح تمنع مرور اوف ذس سبستانس، تمنع مرور هاي السبستانس انها تروح للبيبتيدوكلايكان. يعني خلي ارجع مره ثانيه هسه وارسمها حتى نفتهمها.
أنا شنو عندي؟ عندي بالضبط هذا الأوتر ممبرين، وهذا البيبتيدوكلايكان هو صح سميك، وهاي منو؟ هاي البلازما ممبرين. من اجت المادة حتى تدخل للبيبتيدوكلايكان، اوكي، شرح تلقى اكو فتح حاجز، والحاجز من هو؟ الحاجز هو الاوتر ممبرين. هذا الحاجز الاوتر ممبرين منعني البيبتيدوكلايكان من انه تدخل، او يمنع العفو المواد انه تدخل للبيبتيدوكلايكان. فش يقول؟ لان هاي الجرام نيجاتيف احتوت على هاي الطبقة الاضافية اللي هي الاوتر ممبرين، او اقدر اسميها اللايبوبوليسكرايد، يعني هي اللايبو موجود بالاوتر، وبلانه يحتوي على هاي الطبقه الخارجيه، فمنعت مرور هاي السبستانس انه تروح للبيبتيدو كلايكان لاير اند سنسيتيف انر، وبالتالي وين راح تروح؟ وبالتالي اذا ما دخلت للبيبتيدو بعد ما تقدر تروح وين؟ للسيتوبلازم. وبالتالي انتي بايوتيك والكيميكال ذات اتيمت تو اتاك البيبتيدو كلايكان، فبالتالي ايش راح يصير؟ تمنع او ما تقدر هاي المواد او المواد الكيميائيه وغيرها انه تدخل، او الان ايبل تو باس، ما تقدر تمر من خلال الاوتر ممبرين او اللايبوبول انه تروح للبيبتيدوكلايكان وتقتله. في حاله الصبغه فما قدرت تعبر وتمر للبيبتيدو والصبغه وتنطي اللون البنفسجي حتى يصير بوزيتيف. بنفس الوقت الادويه ما تقدر تعبر الاوتر ممبرين على مود تروح للبيبتيدوكلايكان وتقتله وتشتغل عليه. تمام، زين. السؤال الثاني يقول جرام بوزيتيف بكتيريا تيك بلوستين، ليش اخذت اللون البنفسجي البوزيتيف لذلك سميت اخذت هاي الصبغه ولذلك سميتها بوزيتيف؟ ليش؟ نجي هسه هنا نكمل. يقول بسبب ان الكريستال فايلت ستين اللي استخدمت للجرام ستين از لارج داي كومبلكس ذات تريبد ان ثيك، ليش راح تكون؟ يقول لان هاي الصبغه اللي انا استخدمتها، اوكي، الغشاء الخليه الخارجي، اوكي، او انه ليش؟ لان صبغه الكريستال البنفسجيه المستخدمه للتلوين، اوكي، هي عباره عن مركب صبغ معقد ويكون كبير، وبنفس الوقت شيء يكون تربد، يعني شلون نقول يلتصق ويا البيبتيدوكلايكان الكبير الثيك كروس لينك، وبالتالي شنطتها يعبر السيل وول مالت الجرام بوزيتيف وينطيها شنو؟ ينطيها اللون شنو؟ البنفسجي. يعني هنا لان اول شيء الصبغه تكون كبيره، واثنين لان الجرام بوزيتيف ما بها طبقه اضافيه، ثلاثه لانها الصبغه كبيره فتلتصق اكثر شيء ويناسبها البيبتيدوكلايكان اللي يكون سميك فتلتصق به، فما تقدر تعبر، بعد تبقى به ملتصقه بهذا لانه ثيك. زين، الجرام نيجاتيف بكتيريا اخذت السفارين ستين، يعني شلون نقول عليها صبغه حمراء، اخذت لون الصبغه الاحمر ريد. ليش؟ لان الاوتر اللي بنفس الشيء، لان الطبقه الخارجيه احتوت على مال السيل ممبرين مال جرام نيجاتيف اورجانيزم شبيهه ذابت بالكحول، طبقه الدهون اللي هي اللايبو، طبقه اللايبو. اول شيء اقدر اقول لان بيها اوتر ممبرين، اثنين لان طبقه اللايبو شبيهه تذوب بالكحول، ومن تذوب بالكحول من اجي يعني من ذابت بالكحول من اجيت غسلت هاي الصبغه راح تسمح على انه شبيهه تتلون باللون الاحمر، يعني شلون كانه صار التفاعل بين الصبغه والكحول اللي انا غسلت بيها ونطن اللون الاحمر. اذا عندي سببين اللي خلى الجرام نيجاتيف تصير باللون الاحمر. السبب الاول لان هي عندها بالطبقه الخارجيه مالتها اكو عندها اوتر ممبرين، فهذا ما يخلي اشياء تعبر. واحد، اثنين نفس الشيء نفسيته هذا الاوتر ممبرين يحتوي على ماده دهنيه اللايبو، اللايبو ماده دهنيه، هاي الماده الدهنيه تذوب او تذوب بالكحول او تتفاعل بالكحول، فلما اجي اني اغسل الصبغه من خليتها على البكتيريا على الفيلم وصبغتها وكذا واجيت درت عليها كحول شبيها صار مباشره انزاح اللون البنفسجي، واللي شلون صار عندي شلون كانه صار عندي التفاعل بين الكحول وبين اللون البنفسجي، هو راح اللون البنفسجي بس ايش بقى بمكانه؟ بقى اللون الاحمر، فاخذت اللون الاحمر وما قدرت تصبغ بهاي الكريستال فايلت، لذلك شنطت عندي انبط اللون الاحمر. زين، الجرام ستين ديفرنشال ستين بروسيجر هنا اللي راح يميز لي او يوضح لي هاي الميكانيكا اللي احنا شرحناها. اول شيء تقسم البكتيريا مثل ما احنا عرفنا جرام نيجاتيف وجرام بوزيتيف، صح؟ زين، اعتمادا على استخدام الصبغه اللي هو جرام ستين، هاي الصبغه وين تروح؟ على طبقه البيبتيدوكلايكان. زين، نشوف الجرام بوزيتيف اللي بيها شنو؟ بيها طبقه البيبتيدوكلايكان كانت عاليه، فلما اجي اخلي عليها الكريستال فايلت، اوكي، اللي هي الصبغه بعد ما انا خليتها وين؟ عند سلايد، اكو هاي عند سلايد مثلا اكو بي بكتيريا ودرت عليه هذا الكريستال فايلت، راح اشوفه بالمختبر.
زين ثبتته، خليت السلايد ثبتته وخليت عليه الكريستال فايلت. تمام، من خليت عليه الكريستال فايلت ايش راح اشوف بي؟ انه هو اذا كانت الجرام بوزيتيف فراح اشوف هاي الصبغه تتفاعل ويا البيبتيدوكلايكان زين، وتكون عندي شنو؟ طبعا من خلال الايودين تريتمنت، من خلال مساعده الايودين راح يتفاعل الكريستال فايولت ويا طبقه البيبتايد البيبتيدوكلايكان ينطيني اللون البنفسجي. تمام، اما في حاله انه انا خليت هذا السلايد وثبت وخليت الكريستال فايولت والايودين تريتمنت وكذا وخليت شنو؟ وخليت الجرام نيجاتيف اللي هي البكتيريا، وجيت غسلت الكحول، صار عندي ديسكالريشن، يعني من اجي اغسلها بالكحول نشوف الكريستال فايلت تبقى شبيها، ما تبقى ماسكه بالبيبتيدوكلايكان، شبيها راح تنزاح، صار بيها ديسكالريشن، نزاح اللون معناتها. وش صار؟ شنطت انطت اللون الوردي او اللون الاحمر. زين ستراكشر التركيب مال منو؟ مال الجدار الخليه النهائي اللي هو راح ناخذ كل وحده وشنو وظيفته. تمام، اللي هو اول واحد راح ناخذ اللي هو الكبسول. اوكي، الكبسول هنا شو يقول عندي ار شنو الكبسول؟ اذا هو يعتبر بالفاجوسايت، احنا قلنا بكتيريا من تدخل جسم الانسان تحط نفسها كبسول، كبسول شو يعتبر؟ فاجوسايت، كبل عامة. اوكي، يشتغل كبل عامة. ذات از ذي ليميت the ability of neutrophil to engulf the bacteria، وبالتالي انها تحد من قدرة شلون نقول انه هو النيتروفل هاي الكبسولة او العفو البكتيريا من دخلت جسمي حوطت نفسها بكبسول، من يجي الجسم المناعي وكرات الدم البيض والنيتروفل بالخصوص